الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن ترميم المنشآت الخرسانية. النهاردة معانا حلقة ترميم عمدان في احدى الاماكن بمنطقه التحرير. المنطقه دي طبعا احنا طبعا بعد ما قمنا باجراءات الرخصه طبقا للتعليمات اللي هم قايلين عليها، مكتب الاستشاري قام بموضوع الرخصه وطبعا توجهنا هنا لتنفيذ الموضوع مع رأي حضرتك بقى طبعا في الشغل اللي حضرتك شفته النهارده. التوقعات اللي طبعا باشمهندس يعرف نفسه الاول، هيقول اسمه طبعا احنا عارفينه طبعا، بس هو يعرفنا باسمه عشان جاري سمير محمد الشرير خريج هندسه القاهره سنه 71. طبعا هو شاف شغلنا وبقى احنا طبعا شرف لينا طبعا ان هو راجل شاف الشغل و شغل بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يبارك في حضرتك، شاكرين جدا يا باشمهندس. التقدير ربنا يبارك في حضرتك. ماشي، ما بحبش جامد يعني بصراحه. دي تعليمات حضرتك يعني؟ والله بجد احنا برضو اشتغلنا على التقرير بتاعه عشان ما نبقاش احنا برضو ايه من هو الراجل بيشكر فينا، لكن خبرتك كبيره يعني. ربنا يبارك في حضرتك وتقدير، وان شاء الله يعني كنت شغال الشغلانه بالعربي الدولي للترميم. أنا النهاردة مهندس عبد الرحمن مكتب الاستشاري اللي كان بيشرف على شغلنا، وإحنا إن شاء الله بنتم العمل وهو هيشرح لكم الموضوع مش إزاي وتعرف إزاي وتم إزاي. مش مهندس عبد الرحمن أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إحنا طبعا قبل ما تجيبونا أنتوا طبعا أكيد جبتونا إن في أسباب، فإيه الأسباب بقى؟ عملنا كشف الأعمدة، شفنا الأعمدة المعيبة، كان حديدها مصدي فكان لازم تترمى. تمام. طبعا انت معانا من اول المشروع بتوجيهاتنا وتوجيهاتكم، وكلنا طبعا بنقوم بعمل واحد. كان الموضوع بيتم ازاي يعني احنا لما جينا اشتغلنا ازاي؟ كان في بنشتغل في عمود ونسيب عمود عشان تمام. هو بس ايه معلش، هو باشمهندس طبعا مش حابب الكاميرا، لكن هو طبعا ما شاء الله عليه يعني، فاحنا بس ايه لازم هو طبعا الاستشاري وهو اللي كاتب التقرير وهو اللي موجهنا، فلازم طبعا مكتبه مكتب المهندس سمير، فطبعا لازم هو طبعا اللي بيقول لكم الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها. طب في العمدان يا باشمهندس، طيب انت تقول لنا كده طبعا التوجيهات بتاعتكم اللي احنا نفذناها على الطبيعه. احنا الاول طلبنا العمدان عشان الحمل، وبعد كده قشرناها صنفرناها دهناها، وبعد كده ركبنا شبك الحديد وصبناها. تمام. طيب احنا بقى هنخش مع بعضينا جوه عشان نشوف المراحل دي تمت ازاي. طبعا احنا يمكن اخر يوم النهاردة او اليوم اللي قبل الاخير، فطبعا معظم العمدان خلصت. هنا عمودين زي ما قال لحضراتكم الباشمهندس، احنا عندنا في مكان هنختاره، طبعا المكان مش عارفين نصور فيه من الصناعية مكان ضيق، فهنوريكم عمودين، عمود هيبقى لونه غامق وعمود هيبقى لونه فاتح، ده تصب الاول وبعدين ده تصب بعد كده، ده الاولاني ده تصب الاول وبعد كده اللون بتاعه طبعا زي ما انتم شايفينه فاتح كده لانه تصب قديمة، والعمود التاني ده اللي هيطلع في الكاميرا ده طبعا لونه غامق شوية علشان خاطر صب بعد كده، يبقى احنا كده ايه ما بنصبش العمودين في وقت واحد. هنا كمان في كاميرا طبعا لسه دي بتتقشر علشان خاطر ايه هتتصنفر وهتدهن برضو وهتتجلد بخشب وبعد كده ايه هتتصب. نطلع بقى نشوف العمود فوق مع بعضينا، يلا بينا. هيشرح لنا طبعا المراحل اللي هو اشرف عليها وتابعها وهو نفذها معانا، هيقول لكم بقى ايه اللي تم. اشرنا العمود زي ما واضح وصنفرناه ودهناه زي ما واضح، وبدانا نركب في شبك الحديد اهو، وخرمنا تحت وحطينا ماده كيما بوكس 165 عشان يلحم يمسك الحديد، وطلعنا
يعني طبعا زي ما بيقول الباشمهندس احنا طبعا العمود اتقشر، العمود اتصنفر، العمود دهن بالماده العازله، وبعدين ركبنا الكنات بالمنظر ده ومقسطين المسافات بحيث الشغل يبقى طالع كنات كنات سليمه وكامله. باشمهندس احنا عايزين بقى نشوف رايك، تقول راي حضرتك بقى في الشغل كان طالع عامل ايه. ما شاء الله شغل 100 100. احنا طبعا بنشكره لوجوده معانا وصبره علينا في الشغل زي ما احنا برضه صبرنا على الشغل. نشكركم ونلقاكم في حلقه ترميم جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.